الهنديباء على الطريق، ما شاء الله ما شاء الله. التفاف كما نسميها ايضا. واحد الحساسين، طائر خضري ايضا في هذه الاشجار. بسم الله ما شاء الله، مختلف انواع الطيور تغرد في طبيعة جزيرة كناري الخضراء في جزر كناري. مناظر خلابة وغطاء نباتي، اشجار، فواكه، ما شاء الله، لوز. البسبوس ايضا موجود في هذه المنطقة، ما شاء الله، تغريد الشحرور. شيئا سبحان الله، النحل يقتات على هذه النباتات أو هذه الأشواك، ما شاء الله سبحان الله. معروف هذه المنطقة بالعسل وبتربية النحل. رأيت العديد من النحل هنا، ما شاء الله. هذه المنطقة معروفة بهطول الأمطار أكثر من المناطق الساحلية، هذه منطقة جبلية بطبيعة الحال. أشواك مزهرة الآن،
الله ما شاء الله، روعة البنية، المنازل جميلة جدا. هذه مساكن ومنازل في الريف في الجبل، انظر جماليتها والطرق، كل شيء سبحان الله جميل. الزيتون، شجرة الزيتون، نشتاق لرؤية شجر الزيتون صراحة. وهذا التين ما شاء الله، البوادي كم هي جميلة هنا، جمالية المناظر الطبيعية والبوادي، كل شيء مخضر، اللهم بارك. في هذه المنطقة الجبلية يهطل المطر على خلاف المناطق الساحلية. فواكه وأشجار، التين الشوكي، روعة. حق العنب سبحان الله، في مرتفعات، في المرتفعات سبحان الله. هنا كذلك هذه الجهة المقابلة أيضاً.